هنا في حي بلط التاريخي وسط مدينة اسطنبول بني كنيس أهريدا، أقدم معبد يهودي في المدينة. بجوار المعبد كان الحي اليهودي، لكن الآن بات معلما سياحيا يمثل نقطة جذب سياحية هامة للسياح الإسرائيليين الذين حذر رئيس الحكومة الإسرائيلي من هجمات قد تطالهم في اسطنبول عبر عملاء تستخدمهم إيران. العدد التقريبي للسياح في اسطنبول حاليا حوالي 2000 سائح بعد أن كانوا 5000 قبل التحذيرات الأخيرة وفق تقارير. الجانب التركي يلتزم الصمت حيال تحذيرات تل أبيب لرعاياها. آخر تحرك رسمي كان يوم الأربعاء من وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو الذي اتصل بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد. وبحسب مصادرنا فإن الوزير التركي أكد على جهود بلاده على كافة الصعد لتأمين سلامة السياح والرعايا الأجانب في تركيا. في فبراير الماضي أحبطت الاستخبارات التركية مخططا إيرانيا لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي يحمل الجنسية التركية ويدعى يائير جيلر. كذلك ألقت المخابرات التركية القبض على عدة خلايا إيرانية خلال الأشهر الماضية كانت تسعى لتصفية واختطاف معارضين إيرانيين في تركيا. لقناة الحدث زيدان زنجلو، اسطنبول.